السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج كويس جدا لعمل الأسطوانات الوهمية، وبرنامج أوبن سورس مجاني مش محتاج كراك ولا باسورد. برنامج اسمه وين سي دي ايمو. أول ما بتدخل على الموقع بتلاقي عملية داونلود، فبتعمل داونلود ببساطة. بعد كده بتدخل، ما فيش هنا أي أسطوانات عندي، بتيجي مثلا على أي أسطوانة تكون أنت منزلها بتكون أيزو، تدوس رايت كليك عليها وبتلاقي سيلكت درايف ليتر، تختار انت عايز تبقى انهي برت، خليها الاو اوكي. فبتلاقي ان هو اضاف لك اسطوانه وهميه، تمام. يعني لو انت منزل اي اسطوانه سواء مثلا العاب او اي حاجه تقدر خلاص تقدر تشغلها كان انت حرقتها. كنا الاول بنضطر ان احنا نحرقها او نحطها على اسطوانه وبعد كده نحط الاسطوانه في السي دي، وكانت بتبوظ من كتر الشغل وباص دروم. لا دلوقتي بقت اسطوانه وهميه تقدر تفتحها وتشتغل عليها عادي. ومثلا ممكن تكون انت عندك هارد وهمي فتقدر تشغل مثلا اسطوانة ويندوز تبقى شغالة معاك بدون اي مشاكل خالص.